بص، هي مشاركة مميزة بالنسبة لي لأنها أول تجربة يعني مسرح بالنسبة لي مع أستاذ محمد صبحي. وبقول لك إنه رغم إن أنا يعني بعد كمية الروايات اللي عملتها أنا حاسة نفسي إن أول مرة بقف على خشبة مسرح، لأني مش بعمل يعني مسرح عادي، لا مسرحية فعلا في كلمة بتوصل للناس عايز يوصلها الأستاذ بطريقة معينة. فكان بيتعب علينا بجد، أنا بقالي 3 شهور معاهم، 3 شهور إحنا نشتغل يوميا ما فيش أجازات خالص، عشان الناس لما تيجي تتفرج الكلمة توصل لها زي ما هو عايزها. العمل مع برضه فرق العمل وموجودين. بص، أنا عايزة أقول لك الشباب كلهم بجد، عشان هم يمكن من مدرسة الأستاذ محمد، يعني الانضباط والالتزام والحب اللي بينهم يعني خلاني بقيت يعني أنا طلبت من الأستاذ إنه يعني أبقى من جوه الجروب ده وإني أكمل معاهم شغل دايما ومش تبقاش أول وآخر مسرحية يعني. جدا جدا جدا، لا يعني بجد في رحاب الشنط دي اول مره تطلع خشبه مسرح، برضو عامله دور بجد يعني هابي اللي قال عليه الاستاذ محمد. لا، في محمد يوسف كمان عليه صوت يعني بيخلي يعني احنا في الكالوس من كلنا بنكون بنعيط وهو بيغني. لا، في مبدعين بجد. بص، احنا مش عايزين نقارن، بس ده مسرح محمد صبحي برضو الاستاذ العظيم اللي بيعرف يختار ايه. بس مختلفة شوية، هنا ما بي مش بيقدم عشان يقدم ويعني بس لا، بس شباب فاهم في كل حاجة، دارسين في كل حاجة، كلهم على فكرة كلهم كونسيرفاتوار وأوبرا ويعني ليلى بتعزف في الكونسيرفاتوار أصلا، بتدرس أنجليكا، كل البنات بجد يعني كلهم مدرسة بجد يعني. مش والأستاذ عارف يختار ناس فاهمة هي بتعمل ايه. إن شاء الله أنا طلبت ده، بس يا رب يا رب يكون ليا دور أكيد ان شاء الله، ربنا يسهل. بس لسه يعني انا لسه كمان ما بقاليش غير 3 شهور في مصر، بقالي فتره مش موجوده، فان شاء الله ربنا يسهل تبقى كله موجود. ميرسي ميرسي.